توصل طالب جامعي بولاية سيدي بلعباس إلى اختراع سماعة طبية لاسلكية، هي الأولى من نوعها في العالم، بإمكانها منح نتائج العديد من الفحوصات بدقة عالية في زمن واحد، ويبقى أمله أن تلقى مجهوداتها التثمين من طرف الجهات الوصية لتطوير هذا الاختراع. التقرير لمصطفى مصباح. محمد الأمين مهياوي هو طالب جامعي من ولاية سيدي بلعباس، قاده طموحه لاختراع سماعة طبية لاسلكية تمكن الطبيب من الحصول على العديد من النتائج بدقة عالية وفي وقت واحد. Il permet d'écouter les bruits du cœur d'une manière à distance d'une salle comme ça de 10 mètres ou jusqu'à 30 mètres, afficher les bruits du cœur pour connaître le signal le PCG qu'on appelle le PCG, c'est le signal phonocardiogramme. اختراعه يعد الأول من نوعه في العالم، ويبقى أمله أن يجد يد المساعدة لتطويره ليتفرغ بعدها لتجسيد مشاريع أخرى مماثلة لمختلف الأجهزة الطبية ذات الاستعمال الواسع. الستيتوسكوب هذا اللي خدمته دي مانيير، انا اللي خدمتها كسوديته وكاع ما دخلش مجال الصناعه، اور كو سي ان بروتوتيب اي ان بروتوتيب نو سيس با داتر اميليوري، مي يكون توجور حاجه كي تخدمها الاولى تكون داخله في التطور، دونك جامري بيان انايا نزيد نطوره. هذا ستان ان سو سوجي اللي خدمته، اور كو لو تام تاعي سي اوتي دابروش سو لي زابليكاسيون سون فيل دو لو سيستيم دو دياغنوستيك اي دو مونيتوراج. محمد الأمين قد يدخل العالمية ومعه الجزائر إن وجد المرافقة من طرف الجهات المسؤولة، وتفتح له الأبواب ليترجم أفكاره إلى اختراعات جديدة قد تعود بالفائدة أيضا على اقتصاد البلاد.